تجاوباً مع مقترحات البعثة الأممية أم هروباً من ضغوطاتها؟ استفهام طرأ على مشهد الأحداث في محافظة الحديدة بعد تقديم ميليشيا الحوثي مقترحاً لحل الإشكالات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الحديدة المنبثق من تفاهم ستوكهولم نهاية 2018. فالأمم المتحدة أعلنت في 10 يناير الجاري تلقيها مقترحاً حوثياً بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في الحديدة، وقالت البعثة الأممية أنمها المشكلة لدعم اتفاق الحديدة إن مقترح الحوثيين يأتي رداً على طلب أممي بالسماح لفريق البعثة بالوصول إلى مواقع النشاط العسكري للتأكد من مدى تنفيذ الاتفاق الدولي. كانت الحديدة قد شهدت نهاية 2020 وبداية 2021 مواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في أكثر من جبهة سقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين بسبب الهجمات الحوثية على مناطق سكنية، وهو ما حدا برئيس البعثة الأممية أبهيجة جوها طلب الوصول إلى المواقع العسكرية للحد من العنف على المدنيين وفق تصريح له. الخارطة الجغرافية تشير إلى تحكم الحوثي بمدينة الحديدة ومينائها، فيما تسيطر القوات الموالية للحكومة على مداخل المدينة من الجهتين الشرقية والجنوبية، وتشهد مناطق التماس مواجهات مستمرة رغم وجود نقاط مشتركة برعاية أممية لوقف إطلاق النار. يبدو الاقتراح الحوثي تجاوباً مع طلبات البعثة الأممية، لكنه بنظر مراقبين ليس سوى هروب من ضغوطاتها وكسب للوقت، وهو أسلوب حوثي معهود في التعامل مع الاتفاقات الميدانية، ويبقى الأمر مرهوناً بالحكومة التي علقت في 11 مارس الماضي عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة.